طيب نروح سريعا بعد ما خلصنا اخبارنا سريعا نشوف كمان الصحافه العالميه قالت ايه في المحترف. نبدأ جولتنا في أسبانيا، جريدة إيس الأسبانية اللي اهتمت بريال مدريد وكتبت مأساة أخرى في ريال مدريد بإصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي. اهتمت الصحيفة كمان بتتويج منتخب ناشئي أسبانيا لكرة اليد ببطولة العالم. طبعا المنتخب الوطني حصل زي ما حضراتكم عارفين على المركز الرابع في البطولة اللي أقيمت في كرواتيا، ومن لهم ألف مبروك على هذا المركز. الحقيقة أدوا بطولة أكتر من رائعة ومنتظرين إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية أكتر من كده. نروح لفرنسا، صحيفة لكيب الفرنسية اللي ركزت على باريس سان جيرمان طبعا وكتبت مبابي يعود ونيمار يخرج، خاصة إن طبعا مبابي عاد امبارح للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء أزمته مع النادي الباريسي. نيمار تقريبا زي ما قلت خلاص انتقل إلى نادي الهلال السعودي في هذا الصيف. إنجلترا وجريدة صن الإنجليزية تحدثت عن قرب انتقال الإكوادوري زي ما قلت لحضرتك وكاسيدو لاعب برايتون إلى صفوف تشيلسي مقابل 115 مليون جنيه استرليني في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان الصحيفة اهتمت بالنواحي الشخصية لهذا اللاعب وأكدت أن اللاعب بيستعير يعني كان بيستعير حذاء الكرة في مرحلة الشباب للعب في صفوف الفريق المحلي في الإكوادور، وأن بدأ مسيرته في اللعب في ملاعب ترابية، فضلا أنه كان أصغر أخ لي 10 أشقاء جميعهم كان يعمل لإعالة الأسرة. أكدت الصحيفة أن كمان المكان اللي كان بينتمي ليه كاسيدو بيبتسم طبعا بالفقر ويمكن ان يقع في احد في نوعيه يعني ضعيفه جدا من الحياه القاسيه. رغم ذلك كاسيدو على اعتاب انه يكون اغلى صفقه في تاريخ الدوري الانجليزي، خاصه ان ظروفه كانت هدف او يعني كان ظروفه كانت بتاهله وبتدفعه ل طبعا الخروج من طبعا هذه البؤرة الفقيرة جدا، وبياخد كمان أهله وبينطلق إلى البريمير ليج ويعتبر أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي. في إيطاليا جريدة توت ميركاتو بتقول إن جابريل جرافينا طبعا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيفاضل ما بين سباليتي وأنطونيو كونتي لخلافة مانشيني اللي استقال من تدريب منتخب إيطاليا. وأكد التقرير إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هيحدد اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي الأسبوع الجاري، نظرا طبعا للاستحقاقات المهمة جدا للمنتخب الإيطالي.